ولد في مدينة بغداد عام 1985. عاش طفولته محبا للدراسة ودرس إدارة الأعمال في جامعة الرافدين، كما درس هندسة الحاسبات في الجامعة الأمريكية في سوريا وتخرج منها أيضا. كان حمزة محبا للموسيقى والغناء منذ طفولته. لم تخلو حياته الشخصية من الصعوبات، فقد ترك بلده العراق مرغما عام 2006 بسبب الظروف السياسية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، وتوجه إلى سوريا واستقر فيها. طيب ايش علي هذه الشمعة حبيبي؟ يمك نحكي بالعراقي الجداحة، يعني انت ما اعرف من ألمانيا احنا. انت تقول تمشى لو كانت هذه الشمعة اليوم اشتعلت اول شيء؟ ايه اشتعلت مو؟ لو كانت هذه الشمعة اليوم، نتخيل هاي الشمعة، نتخيل اكو كيكة موجودة وعيد ميلاد يوسف ابنك. صار لك اجد ما شايفه، صار لك اجد مطلق؟ من 2006. من 2006. يوسف يم وامه بغداد، اجد صار لك ما شايفه؟ اصلا انا ما شايفه. اوف ليش؟ ليش انت ما شايفه اصلا؟ ظروف. كنت مشتاق له انت؟ ميت. يا اخي انت افتهم. شفتهم متى؟ ليش احنا طلعنا من العراق؟ ليش رحنا سوريا؟ احنا بال 2003 وعفنا بيتنا اكبر بيت بشارع فلسطين. وليش وليش وليش؟ وليش من ورا زوجتك؟ انا طلقت؟ من ورا زوجتك؟ لا. اهل زوجتك؟ مو بس اهلها، ومن الوضع. من الوضع؟ ايه. ليش انت شنو يعني؟ هي شنو مثلا؟ ابوها مسؤول بالدولة؟ مو مسؤول. بس انا حزب معين؟ تقريبا حزب معين، قول بحزب معين، خلاص هو بحزب، انا اللي عندي معلومه هو بحزب. صح؟ مو بحزب. لا. سيقدر كل شيء يسوي. بس هذا ابنك، ابنك قلبي، ما لي علاقه بحزب. انا سافرت وهي حامل. شلون؟ قبل لا تجيب، مو سافرت العفو يا حامل. ما خلونا ادخل للمستشفى. بس هو مسجل باسمه؟ هددوه طبعا. يوسف حمزة. يوسف الحمزه قصي عبد الكريم القيسي. بس بالاسم؟ لا ما يصح الا سهل الكلام. شو عمره؟ ثالث ابتدائي. زين من يكبر يكون بعمرك شو يقول؟ ما اخلي اصلا يكون بعمري واني عارفه. انسان حبيبي. ها؟ اذا زوجك انسان، هي زوجك وراك؟ ما نساء؟ يعني شو جاي يقول كلمة بابا لغيرك؟ لا مستحيل. كلمة بابا لغيرك؟ مستحيل. طليقتي منو؟ بنت خالتي. بنت خالتي. خالتي مريضة. خابرتني. ما احكي وياها. خابرتني قالت لي يوسف دا يموت. قلت لها ليش؟ قالت يريدك. اوكي خالة. انتظر شغلات. يجي يوسف. يخابرك شنو قلبي؟ يخابرك صديق؟ زين شنو؟ يغرق؟ اقول لك شو يقول لي؟ شلونك حبيبي بابا؟ شو اخبارك؟ بابا انت ليش مسوي نفس تسريحتي؟ اضحك واخذ التليفون اضحك. اقول له لك انا مسوي نفس تسريحتك لو انت. يقول لي لا انت مسوي نفس تسريحتي، ليش تقلدني بابا؟ يلا بابا احبك. اجيت قالوا لي راح تشوفه. تدري شنو عندي؟ عيد. عيد. شوف ابني. جيت وصلت لبغداد. ما خليش. نعلت اللحظة اللي أخذت بنت خالتك اللي طبعاً نعلت اللحظة. أبوها نعلت اللحظة. طبعاً. تورطت الحمد لله وشكرا طلعت. يوم ندمان أنت اليوم لما أنت ابنك بعيد عنك. طبعا ندمان على الزواج؟ طبعا ندمان. طبعا طيب هسه قلت لك هذه الشمعه هي في عيد ميلادك، ايش راح نقول له مثلا؟ اول كل ما حاضر يمك يوسف ما تزعل انت مضوج ابنك مو بحضنك؟ لا شلون ما ازعل؟ هذا ابني وليدي، هذا دمي، هذا النفس مالتي. ها؟ يبشي. طبعا بالليل نومي يرجع. شو تغني له يوسف؟ قبل اتغني له كل شيء على الكاميرا، مش داخلك بابا، اسف بابا، ايش؟ هو ابنك وده يشوفك هسه، شو تقول له؟